خاوتنا السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. عني لاباس الحمد لله. خاوتي كما قريتوا في العنوان، يسعى جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري لتجهيز كل اوراقه القديمه والحديثه من اجل تصحيح المسار استعدادا لخوض الارتباطات المقبله. وشهدت الايام الاخيره تحرك امور بشكل ايجابي بالنسبه لصوفيان فيغولي نجم المنتخب الجزائري، بعد ان قضى اشهر الاولى من الموسم الحالي في حاله بطاله، ولم يتمكن صوفيان فيغولي من توقيع مع نادي جديد منذ نهايه عقده مع الفريق فريقه السابق غلطة سراي التركي، وكان كل تركيزه على الحرب القضائيه ضد غلطة سراي من اجل الحصول على مستحقاته. وكشفت وسائل إعلامية تركية عن معلومات ستجعل جمال بلماضي سعيدا إن شاء الله، عندما أكدت أن فيغولي الملقب بسوسو يتواجد في مفاوضات متقدمة مع عملاق التركي بشكتاش، وهذا النادي الذي يلعب فيه راشد غزال. وضحت صحيفة فوتو سبور التركية أن الطاقمين الإداري والفني لبشكتاش وضع صوفيان فيغولي ذات 32 عام كأولوية من أجل تعويض مواطنه رشيد غزال المصاب، والذي أجرى منذ أيام مضت عملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية. خوتي ما تنساوش فقط الاشتراك اللي ماهوش مشترك وتفعيل الجرس، وخاصة الضغط على زر الإعجاب إذا أعجبتكم ما نقوم به. ونكمل الخبر أخواتي، ويفترض ألا يجد فريق العاصمة الإسطنبول هو بشكتاش صعوبات في إقناع النجم الأسبق لفالنسيا الإسباني بالتوقيع مع النسور، لكن بشرط منحه ضمانات بالحصول على رواتبه لتفادي تكرار نفس المشكل الذي واجهه مع السيمبوم خلال السنوات الماضية. وفي حال عودة فيغولي للعب في الدوري التركي الممتاز، فإنه سيعود لا محالة للعب مع المنتخب الجزائري، لأن لم تسبق مرة من المرات لم يستدعي فيغولي إلا هذه الفترة التي مر بها، وهي فترة صعبة لم يكن كان بدون فارغ، خاصة أنه ترك فراغا رهيبا في الوسط الميدان باعتراف جمال بلماضي وجميع المختصين في الجزائر. خوتي أنا رأيي كذلك، راهو مع هذو الصحافة التركية، لأنه من اللي راح فيغولي أصبح ذلك المنصب فارغ، وأصبح يتبادل عليه الكثير من اللاعبين وعدد من اللاعبين. أنا نشوف صوفيان فيغولي لو يعود للفورما راح يكون لاعب المناسب، لأنه لديه خبرة وقديم في المنتخب. قولوا لي رأيكم أنتم في التعليقات إذا مع عودة فيغولي أو لا. السلام عليكم.